قعدت شهر مع بنات في قضايا آداب، اتحبست على خلفية قضية سياسية، وكانت التهمة هي التهم الموجودة حاليا وهي الإرهاب. احنا بنبقى طابور في كلبش كده واقفين صف، وواحدة واحدة بيتنده على اسمها، بتدخل في عنبر طويل اللي هو مكان بيبقى متقفل بستارة كده وكده. طبعا الستاير دي مش مقفولة للآخر. جه الدور عليا، دخلت طبعا بنت منهارة من العياط، قلت له أرجوك أنا مش عاوزة أقلع، مش قادرة أقلع هدومي. فقال لي معلش ده إجراء وأنتي لازم تحميكي. على بوابة السجن بنتفتش، وبعد كده بنخش للسجانة. اللي بيحصل ايه؟ ان هي كانت بتستلمنا وبتخلينا نقلع عمالقة كلنا، وبتمسك كيس في ايديها، طبعا اي كيس من الارض، يعني مش كيس مخصص لينا، اي كيس واقع على الارض كده تروح لابساه في ايديها وتقول لنا لفي، يعني قالتلي لفي، راحت حاطه الكيس صباعها فيا من ورا، وبنفس الكيس قالت لي لفي، وجايه تحط بقى ايديها فيا من قدام. فقلت لها لو سمحتي انا الاوراق الرسميه عندك بتقول انه انا فيرجن، فلو حصل لي نزيف من قدام فهيكون انتي اللي فضيتي لي رشاش البكره بتاعي. انا تعاقبت بالشكل ده. الست دي قالت لي انتي اقلعي، فقلت لها لا مش هقلع، قلع عليه. فراحت هي مقلعاني بالعافيه وديتني من ملابسي، راحت مسكت صدري من ده جامد وسيت صدري هنا جامد، وقالت لي هم عمالين يقولوا ان انتي انيسه بس انتي جسمك جسم مره. It is peddling a myth, but it's totally inaccurate. It is unscientific. The World Health Organization has made it really clear that there is no scientific validity to these tests, and they must come to an end now. It is an incredibly intimate act in which a woman can find themselves humiliated and degraded, and it can have harmful effects, both physical and mental, for years to come. In an odd way, you're conducting a test to see whether a woman is actually a virgin, but in doing so, you are actually sexually assaulting her. الحادث ده انا قصدت بفقدان النطق، حاجات زي شبه شلل، انا ما كنتش بمشي.